هاتف ايضا الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان. يا دكتور ماجد صباح الخير يا فندم. صباح النور وكل سنه وانتم طيبين، وكل يعني سنه ان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا. ويعني انا حقيقي سعيد جدا ان انا بهديكم النهارده في عيد ميلادكم. بشكرك يا دكتور جزيل الشكر، وسعداء ان حضرتك بتهنينا التهنئه دي. وخليني اسالك بقى، يعني ايه 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 ممكن تكون عايزه من صباح دريم؟ برنامج صباحي المشاهد بيبدا بيه يومه، بنحاول دايما ان احنا نكون قريبين اكتر لكل افكار وعقول المشاهد المصري، كل مشاهد مصري. انا بقول صباح دريم انتوا برنامج متميز لانكم في قلب الحدث ده، يعني بعجبني جدا فيكم وانكم في على طول في الحدث موجودين. يعني انتوا النهارده بتكلموني وانا يعني عارف انكم حاليا في مستشفى الرد، المستشفى الجامعي للجامعه، وكان في لفته كريمه منكم لصباح دريم. اللي بيعجبني ان انتم اولا بتاخدوا الحدث ويمكن تستبقوا الحدث في مكانه، وده اكتر حاجه بتشدني ليكم ان بلاقيكم في معترك الحدث وفي قلب الحدث، وده يمكن اللي بيميزكم يعني كبرنامج متميز. ورغم ان انتم يعني رحت الناس النهارده بقول لكم سنه طيبين، لكن في عامكم الاول، لكن ان شاء الله انتوا ولدتوا عمالقه وليست مجامله. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعه حلوان، شكرا لحضرتك يا فندم، ورايك ده شرف لينا، ونتمنى يا رب يا رب نكون دايما عند حسن ظن.